شكرا جزيلا يا صاحب يا صاحب الرئاسة الرئيس بوتين رئيس روسيا الفيدرالية. En l'exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom de la République centrafricaine au cours de cette session du 22e sommet de l'Afrique. الندوة الثانية لقمة روسيا وإفريقيا، فبودي أن أشكر روسيا الفيدرالية على عزمها في تأييدها لإفريقيا في نضالاتها من أجل السيادة ومن أجل حقوقنا المسجلة في دستور الأمم المتحدة. فبودي أن أشكر السيد الرئيس لروسيا الفيدرالية وروسيا حكومة وشعبا على إتقان تنظيم ندوتنا والتعاون مع إفريقيا بالرغم من الصعوبات الجيوسياسية والمناخية والطاقية. فبلادنا وسط إفريقيا أو جمهورية وسط إفريقيا تتمتع بمعونة روسيا، فعلاقاتنا وعلاقات الصداقة إنما اكتسبت مستوى الأعلى للصداقة، فإنها العلاقات العليا الممكنة. فروسيا وإنها لا تبالي من أي مشاكل جيوسياسية، تقدم معونة لبلادنا وخاصة لقوتنا المسلحة وقوات أمننا في نضالاتها ضد المنظمات الإرهابية التي إن صح التعبير في سنة 21 هاجموا عاصمة بلادنا مدينة بانجي. فبين شعوبنا وقد أقيمت العلاقات التي تمكنت من إنقاذ الديمقراطية في بلادنا، فإننا عقدنا الانتخابات الديمقراطية الحرة، فتجنبنا النشوب الحرب الأهلية الجديدة الكارثية. فنيابة عن بلادي حكومة وشعبا، فاسمحوا لي بأن أعبر لامتناننا وشكرنا للحكومة الروسية والشعب الروسي على ما تقدم من التأييد، وذلك حيث إننا نمر بسبب ذلك إلى الازدهار والمزيد والتطور. فهناك الكثير من الوعود، فإننا نشاهد حاليا أزمة مناخية وغذائية، فإفريقيا تبحث عن الشركاء الاقتصاديين الاقتصاديين والسياسيين الآمنين، ونسعى إلى التعاون ذي المنفعة المتبادلة. فجمهوريتنا ولمدة طويلة كانت تعيش في ظروف الخضوع وظروف عبء الاستعمار، ففي سنة 94 فإننا دخلنا المرحلة الجديدة، فإننا ننوع علاقاتنا الاقتصادية والدبلوماسية ونقيم العلاقات بما نشاء. فهذه الندوة التي يشمل أيضا على العنصر الإنساني الهام إنما عبارة عن الإمكانية بالنسبة لنا بأن نكافح هيمنة بعض المشاركين في العلاقات الدولية. ففي إطار التطور التعاون التجددي مع روسيا، إننا نبحث عن الحلول المستديمة الهامة بالنسبة لنا. سيداتي وسادتي، فبلادنا ومعادنها
إنما وطبيعتها إنما فغناء عظيم إنما فهذه الثروة لا تستفاد بالصورة الكافية في العب الاستعماري لا يزال يذكر بوقوعه فنحن ندعو كافة بلدان وشعوب العالم إلى التعاون المتبادل في إطار المنظمة العلنية على أساس دستور الأمم المتحدة فبودنا بأن تتجسد مثلنا العليا بغية التطور المتجانس والسلم والأمن فشكرا لكم على تأييدكم العلي لعلاقاتنا القائمة بيننا فإن هذه المستوى فسنحتفظ به في المحاور الأساسية إنما فلا بد وأن نخرج أكثر من ذلك فعندنا إمكانيات كثيرة فنحن سنحقق ذلك بلا شك ولا ريب.